يسعد قلوبكم أعزائي المتابعين. اليوم راح نطبق مع بعضنا سمبوسة بنكهة المطبق. الطبق سهل وسريع. Dear viewers, today I'm going to prepare samosa and mutabag flavor. Ingredients in English attached below. الطبق راح يكون مرة سهل وما يحتاج لأشياء كثيرة. نحتاج فقط إلى ورق السمبوسة، وطبعا هذا النوع حسب انتم ما تحبوه، سواء كان بالزيت او بدون الزيت بحسب الرغبة اللي انتم تحبوها. طبعا المكونات الرئيسية هو البقل مثل ما احنا نسميه بمنطقتنا، او البعض يسميه الكراث. اقطع قطع صغيرة بعد ما غسلته، اضيف عليه كمية من البيض، وهذه طبعا الكمية ترجع على حسب اللي أودكم فيها، تكثروا فيها البقل أو تكثروا فيها البيض، يرجع على حسب المذاق اللي أنتم تحبوه يبرز. وأضيف معها قليل من الملح والفلفل الأسود. طبعا هذه هي الطريقة الأساسية، بس مني أنا حبيت أضيف البهارات المشكلة إلى جانب بودرة الكاري. بودرة الكاري تعطيها نكهة مرة جدا لطيفة. طبعا راح اقليه، بس لما اقليه راح اخليه نص السوى، مش السوى الكامل، وراح اقليه بزيت الزيتون. انتم حابين تستخدموا زيت الزيتون، حابين تستخدموا الزيت العادي، هذا يرجع لكم، بس انا افضل زيت الزيتون، وخاصة مع الطاسة او المقلة اللي ما يتلصق يكون طعمه مرة طيب ورائحتها كذلك طيبة. طبعا راح انزل البيض ومع البقل في نار شويه نوعا ما تكون مرتفعه، ويدوبي بس احركه على خفيف بحيث انه يضل البيض لسه ما استوى استواء كلي، لانه بعد كذا راح اقليه لما احشي فيه السمبوسه. واقلي السمبوسه او سواء بالمقلى العادي او مقلى الهوائي راح يستوي بشكل كامل. خليت بجنبي شوية ماء وطحين، وتكون ما تكون بشكل عجينة، تكون نوعا ما سائلة. وعندي طريقتين في عمل حشوة السمبوسة، يا يعني انها تكون سمبوسة عادية طرق شكل المثلثات اللي احنا تعودنا عليه باستمرار، وفي النهاية الطرف امسحها بالماء والطحين وتلصق عندي، بتكون مرة مرتبة ما راح تفتح عندي، او اني اشكلها على شكل مربعات. طريقة تانية أعملها على شكل الكروس اللي هي الشكل الزائد، وأحط كمية من الحشوة. أنا حابة أزيدها شوي الحشوة، راح أزيدها وقبل ما وبعد كده أغطيها، وما بين طبقة وأخرى أحط مسحة خفيفة من الماء والطحين عشان تلصق عندي وما تتفكك أثناء القلي أو لما أحطها في القلاية الهوائية. طبعا البعض يحب يسويها بالفرن، هذا شيء ما في اي اشكال، يعني ادخل الفرن يا اخليها بزيت او امسحها بس بزيت خفيف وادخل الفرن، كذلك راح تستوي عندي طيبة. بس لو كانت العجينة بدون زيت يفضل انك تقليها بالزيت العادي بكمية بسيطة، وتكون على نار عالية بحيث انها مجرد انها تحطيها في الزيت وتقلبيها تكون بس تتحمر من فوق وشيليها، وكوني على ثقة ان البيض راح يكتمل سواه داخل. وهذا الشكل النهائي الى السمبوسة بالمطبق او المطبق السمبوسة على حسب ما انتو ودكم السمبوسة. ويا ليت ما تنسوني من لايكاتكم والاشتراك معي على القناة وتفعيل الجرس لوصلك ما هو جديد. Please don't forget to subscribe and activate the bell.